أهلا بكم في بانوراما هذا اليوم وساعة إخبارية جديدة. هو الحكم العسكري بحد ذاته الذي تؤمن بتطبيقه إسرائيل دولة الاحتلال المستمر، هو ما وثقته وأكدته شهادات جنود نكلوا وأقحموا أنوفهم في خصوصيات الفلسطينيين وكانوا ذراعا للاستيطان والمستوطنين. نتحدث إذن عن تقرير إسرائيلي جديد يرصد ممارسات أفراد من وحدة الإدارة المدنية لجيش الاحتلال بحق الأسرى وعائلاتهم والعمال في الأراضي الفلسطينية، ممارسات انتهجت بهدف الضغط أحياناً وبهدف اللهو والتسلية في أحيان أخرى من قبل جيش يحمل راية الأخلاق الحميدة، وهذه ليست نكتة أبداً. إلى أبرز ملفاتنا. القضاء يلزم المجلس القطري للتخطيط والبناء بإعادة النظر بالمخطط الهيكلي لقرية وادي النعم في النقب. 77% من لوائح الاتهام بجرائم التحريض التي قدمتها النيابة الإسرائيلية العامة في السنوات المنصرمة موجهة ضد العرب. وارتفاع في عدد ضحايا حوادث الطرق، و67 عربياً لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام. أهلا بكم من جديد. استدعت الشرطة الإسرائيلية عضو الكنيست عوفر كسيف إلى التحقيق تحت طائلة التحذير بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة بناء على توجيه المستشارة القضائية للحكومة. وكانت الشرطة قد أعلنت عن توجهها للمستشارة القضائية لطلب الموافقة على فتح تحقيق جنائي ضد النائب كسيف بزعم الاعتداء على رجل شرطة ومنع قيام الشرطي بواجباته والتهديد والتدخل بعمل الضابط في أداء واجباته. ويعود ذلك إلى مقطع مصور يوثق تصدي كسيف لجندي في جيش الاحتلال حاول منعه من التقدم نحو مظاهرة تضامنية مناهضة لمخطط الاقتلاع في مسافر يطا. أصيب عامل يبلغ من العمر 60 عاما بجروح خطيرة إثر سقوطه من علو في ورشة بناء في مدينة رعنانا، فيما جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي ذات السياق أصيب عامل يبلغ من العمر 64 عاما بجروح متوسطة إثر سقوطه من علو خلال عمله في مدينة كرمائيل، وتم نقله كذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج. هذا وتحقق الشرطة الإسرائيلية في ملابسات الحادثين إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد الصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى. في ملفنا الأول، أصدرت المحكمة المركزية في بئر السبع توجيهاتها للمجلس القطري للتخطيط والبناء لإجراء مداولة أخرى حول المخطط العام لقرية وادي النعم في النقب، وذلك بعد موافقتها على التماس مقدم باسم اللجنة المحلية للقرية. وأكد المحامون الملتمسون أن سلطات التخطيط قامت على مدار سنوات بالدوس على سكانها بواسطة قرارات خاطئة وغير مرتكزة على الوقائع. رحب سكان قرية وادي النعم مسلوبة الاعتراف في النقب بقرار المحكمة المركزية في بئر السبع قبول الالتماس المقدم من كل من جمعية حقوق المواطن وجمعية المخططين بمكم باسم اللجنة المحلية للقرية، حيث أصدرت المحكمة توجيهاتها للمجلس القطري للتخطيط والبناء لإجراء مداولة أخرى حول المخطط. طبعا احنا كلجنة محلية في وادي النعم بنرحب بهذا القرار، وهذا هو القرار الصائب. احنا كل الوقت املنا يعني مع طاقم المحامين وهذا ان يلغوا القرار اللي مجحف للسكان، وانا بتامل ان السلطة سلطة التوطين البدو من اليوم وطالع
ما تسوي أي قرارات بدون ما تشاور مع الأهل. وكتب نائب رئيس المحكمة المركزية القاضي إلياهو بيتان أن قضية إبعاد القرية لمسافة 5 كيلومترات عن مفرق المنطقة الصناعية الكيماوية ناوت خوفاف، والتي تحول دون إنشاء أو التسوية القانونية للمنازل السكنية في هذا الحيز، هي قضية هامة. تخطيط حارة 9 لقرية وادي النعم هو ضوء أحمر، لأن قرية وادي النعم لنا سنين وإحنا بنستنى في قرار المحكمة أن يتم الاعتراف بالقرية، وكان في تخطيط، كان في تخطيط من دائرة الأراضي مع اللي قدموا معيان والزمرة تبعته. ما يصير التخطيط بدون مشاركة الأهالي، لما ودي يكون في تخطيط ناجح لازم يكون مشاركة للأهل في القرية. هذا التخطيط لا يليق بنا، إحنا الناس عايشين في منطقة وادي النعم هذه من عشرات السنين، وهذا التخطيط يعني لا يلزم الناس، يعني التخطيط هذا غير قانوني، يعني 250 متر يقترع على كل أب عائلة 250 متر، كيف يعيش في 250 متر هذا مربى العائلة. تعتبر قرية وادي النعم أكبر القرى مسلوبة الاعتراف، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 10,000 نسمة، وعدا انعدام البنى التحتية والكهرباء والحقوق الأساسية، فهي تعاني من استمرار عمليات الهدم التي تهدف إلى التضييق على السكان لقبول مخططات السلطات التي تتجاهل نمط حياتهم القروي الرعوي. مباشرة تنضم إلينا الآن المحامية في جمعية حقوق المواطن عبير جبران. أهلا بك سيدتي، دعينا نبدأ من حيثيات هذا الالتماس الذي قدم. مساء الخير، هل تسمعينني بشكل جيد؟ نعم أسمعك. عظيم، سألتك عن حيثيات الالتماس الذي قدم فيما يتعلق بالمخطط لوادي النعم في النقب. نعم، كما ذكر في التقرير، وادي النعم هي أكبر قرية غير معترف فيها في النقب، يسكنها أكثر من 10,000 نسمة، ودولة إسرائيل في سنوات 50 عمليا نقلت السكان إلى هذه الأراضي. منذ عدة سنوات نتابع موضوع الاعتراف بالقرية، وتم مؤخرا يعني الاعتراف بالقرية، ولكن يبقى مسألة التخطيط للقرية، إذ أن سلطة البدو واللجنة اللوائية للتخطيط والبناء أصرت أن يكون البعد أو حدود القرية هو على بعد 5 كيلومتر من مفترق ناوت حباب، وبالتالي أكثر من 70% من السكان الموجودين على هذه الأراضي يجب تهجيرهم وتوطينهم من جديد على أراضي أخرى. الأمر الذي يرفضه لماذا؟ السكان. لماذا سيدة عبير؟ الادعاء الأساسي لأنه يعني يجب أن يكون هناك فحوصات تثبت لماذا يجب الابتعاد 5 كيلومتر من ناوت حباب، وقد أثبتنا من خلال المداولات الكثيرة التي جرت في قاعة المحكمة، وأثبتنا أمام القاضي أنه عمليا لا يوجد أي مستند، لا يوجد وقد يعني لا يوجد أي مستند عمليا الذي يثبت الحاجة إلى 5 كيلومتر من مفترق ناوت حباب، بل بالعكس هناك فحوصات من وزارة البيئة التي عملت مؤخرا التي يعني ممكن من اليوم تقليل هذا الحدود بعدة كيلومترات، وبالتالي توطين المواطنين الذين هجروا مرة على أراضيهم. سنتحدث عن خطوات مقبلة سيدة جبران، لكن دعيني أسأل فقط لاستيضاح ربما هذا الأمر ووجهة نظر السلطات الإسرائيلية التي يعني تعمل على مخططات لتهجير أهالي القرى غير المعترف فيها ووادي النعم كنموذج. هل أرادت من خلال مخططها توسعة المنطقة الصناعية أو ما إلى ذلك؟ هذا ما ادعيناه يعني على طول الخط، أنه عمليا الهدف الأساسي، وقد ذكر ذلك ولكن بشكل غير مباشر في الأوراق، أنه في المستقبل
يودون بناء مصانع أخرى في منطقة نقود حباب، وبالتالي بحاجة إلى بعد 5 كيلومتر للمصانع القائمة وأيضا لمصانع مستقبلية. نعم. وطبعا يعني هذا تفضيل مصالح المصانع على مصلحة السكان المحليين الساكنين يعني في هذه القرية منذ عشرات السنوات، وأيضا يعني هذا يعني استذكاء يعني كان الممكن يعني أن يقولوا المحكم بشكل واضح وصريح أنه يودون توسيع المنطقة الصناعية بدل الطريقة الالتفافية بإدعاءات يعني أثبتنا أنها إدعاءات نوعا ما كاذبة، أن هناك تلويث وهناك حاجة لحماية السكان ونحن نعمل لمصلحة السكان. وأيضا المحكمة يعني ذكرت موضوع مهم جدا في قرارها، يعني قالت أنه بدون التعاون مع السكان في مع اللجنة في قرية وادي النعم فإن التخطيط يبقى حبر على ورق، وهذه جزئية غاية في الأهمية، المشاركة مع السكان في تخطيط ربما هذا التجمع السكاني. لكن بما أنه أتينا على ذكر قرار المحكمة المركزية في بئر السبع، المحكمة أصدرت توجيهات للمجلس القطري للتخطيط والبناء بإجراء مداولة أخرى، هل هذه التوجيهات بإجراء مداولات أخرى هي توجيهات ملزمة بالنسبة للمجلس القطري؟ نعم، هي توجيهات ملزمة، خاصة أنه المحكمة يعني فصلت في قرارها كل موضوع البعد عن المنطقة الصناعية. نعم. وقد ذكر القاضي بشكل واضح أنه حاول وطلب مستندات تثبت هذا البعد ولم تستجب طلباته ولم يثبت أمامه الحاجة إلى 5 كيلومتر، هناك ملاحظات واضحة جدا للقاضي. نعم. ولكن في النهاية نحن أمام المجلس القطري للتخطيط والبناء، ربما يقبل ادعاءاتنا، يعني هناك جولة أخرى في انتظارنا، ربما تقبل ادعاءاتنا التي هي قوية جدا وربما لا، وفي هذه الحالة سوف نتابع يعني الملف كما تابعناه منذ 20 عام أمام المحاكم الإسرائيلية مرة أخرى. نعم، هل تعولون بما أن المسار القضائي والقانوني سيد عبير جبران لم ينتهي وهناك محطات أخرى في القضاء الإسرائيلي، مبدئيا هل تعولون فعلا على مستقبل هذا المخطط بأن يكون لصالح المواطنين؟ يعني أنا أعتقد أن نحن نعول أولا وآخرا على سكان قرية وادي النعم، إصرارهم وخلال السنوات الماضية بالرغم من كل الضغوطات يعني هي أوصلتنا للنتيجة اللي نحن موجودين فيها الآن لهذه النقطة. يعني الدولة اعترضت منذ البداية أن تكون هناك قرية مستقلة تدعى قرية وادي النعم، ونضال السكان عمليا ورفضهم لأي حل آخر أوصلنا إلى النقطة اللي نحن موجودين فيها، اللي نتكلم عن حدود هذه القرية ونوعية المساكن التي سوف تكون فيها وطبيعتها. طبعا يعني الطريق شاق، يعني هذا ملف مركب، ولكن أعتقد أنه الملاحظات المحكمة يعني تستوجب أنه في حال أن سلطة البدو واللجنة اللوائية للتخطيط والبناء تريد إيجاد حل فعليها يعني بشكل واضح التعاون مع السكان وسماع صوتهم ورغباتهم بشكل واضح وتطبيق هذا الصوت يعني على أرض الواقع وليس فقط سماعهم وعمل شيء آخر يعني في نهاية المطاف. المحامية في جمعية حقوق المواطن عبير جبران، جزيل الشكر. انطلق المشروع الشبابي صوت واحد والذي يضم نخبة من شباب الجليل والمثلث والنقب، ويهدف إلى رفع الوعي بقضايا النقب والتعرف عليه والتحديات التي يعيشها السكان بعيون شبابية. وشارك في اللقاء الأول أكثر من 90 شابا وشابة من مختلف المناطق، لا سيما من الناصرة ومن الطيرة ومن النقب كذلك. تنضم إلينا الآن مباشرة مركزة مشروع صوت واحد في جمعية سدرة سيدة فاطمة أبو بصل، أهلا بك فاطمة. في البداية، ما الجوانب ربما التي أردتم العمل عليها من خلال هذا المشروع؟ يسعد مساكم مساء المشاهدين. هيك بالنسبة للمشروع بهمني جدا، أول إشي أسلط الضوء على
تعزيز الوعي عند الشباب، توحيد الصوت في كل ما يخص بقضايا النقاب. جدا بهمنا انه قضيه النقاب والتحديات اللي بيعيشوها اهالي النقاب تنتقل الى مجتمعنا عن طريق صوت شبابي وعن طريق اهل النقاب نفسهم. فكان بهمنا احنا جدا بهذا المشروع انه نسلط الضوء على الحراك الشبابي وعلى توحيد صوت الشباب، ان كان من النقب، من الجليل، من المثلات، لانه احنا اغلب المشتركين معنا بهذا المشروع هن شباب وشابات من منطقه الجليل، 30 من منطقه المثلات و30 من منطقه النقب. ف الهدف تبعنا هو انه صوت ومعاناه وتحديات اهل النقب يوصلوا لكل مجتمعنا عن طريق الشباب نفسهم. نعم، سالت سيده فاطمه، سالت عن رمزيه واهميه هذا التنوع المناطقي والجغرافي في هذا المشروع. ما بننكر انه ما في عندنا الوعي الكافي من قبل هو الوعي أو الانكشاف تجاه قضايا النقب وأهل النقب. بالضبط هذا اللي بدي أحكي لك إياه وأحكي للمشاهدين، إنه بحس في بعض الأحيان إنه قضايا النقب ما في عليها تسليط الضوء، فبهمنا جدا إنه يكون في تسليط الضوء على القضايا والتحديات اللي بيعيشوها أهل النقب كمان من خلال مشاركة الشباب، لأنه أهل الشمال مش هالقد عندهم الدراية والوعي الكافي في كل ما يخص بالنقب، كذلك المثلث والعديد من المناطق. فبهمنا جدا أنه يكون في اطلاع تام على كل ما يخص النقب والتحديات اللي بيعيشوها أهل النقب، إن كان من قضايا هدم بيوت، قضايا تضييق السكن، تهويد النقب، بناء المستوطنات. فالرسالة لما توصل من أهل القضية نفسها بيكون التعامل معها غير، وحتى التعاطف كمان معها غير. نعم، يعني دعينا نمر ربما على الجانب التقني. المشروع مشروع صوت واحد انطلق، ما مدة هذا المشروع؟ هل هناك إمكانية لشباب وشابات أخريات أن ينضموا ربما لهذه اللقاءات؟ صراحة في البداية كان هدفنا إحنا يكون في 90 مشترك ومشتركة، 30 من النقب، 30 من المركز، و30 من الجليل. فلما بلشنا إحنا المشروع المدة تاعته هي لمدة 6 أشهر، إلا من خلالها بيكون في 3 دورات تدريبية، اللي هي الدورة الأولى بتكون حراك شبابي وقيادي، الدورة الثانية بتكون إعلام، والدورة الثالثة أدفوكاسي اللي هي مرافعة دولية. المشتركين بهذا المشروع بمروا بال3 تدريبات هاي. شفنا في بالإضافة لأنه كمان بيكون في لقاء برهط اللي هو اللقاء الأول اللي تم، وبقدر أقول عنه كان أكثر من ناجح بالنسبة كان الهدف تبعنا 90 مشترك ومشتركة، وصلنا ما يقارب ل 105 مشتركين كانوا، والعدد في تزايد. بالإضافة للقاء رايح يكون بالناصري، لقاء رايح يكون في الطير، رايحين نكون بضيافة الشباب المشتركين بهذا المشروع، وراح يكون في عنا 3 جولات ميدانية في النقب من خلالها المشتركين رايحين يتعرفوا على كل قضايا النقب. جميل جدا، يعطيكم العافية فاطمة أبو بصل، مركزة مشروع صوت واحد في جمعية سدرة. أظهرت نتائج استطلاع رأي قامت به منظمة العفو الدولية أمنستي في البلاد، أظهرت وجود فجوة كبيرة في التعامل مع رفع العلم الفلسطيني ومعناه ورمزيته، كما أن غالبية اليهود الإسرائيليين والمواطنين العرب في البلاد ينظرون لرفع العلم الفلسطيني نظرة مختلفة تماما عن الآخر. ويكشف الاستطلاع خوف الإسرائيليين من العالم الفلسطيني، فيما أن نصف المواطنين العرب في الداخل يرون برفع العلم جزءا من الانتماء لهويتهم القومية والوطنية.
أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته منظمة العفو الدولية أمنيستي في البلاد وجود فجوة كبيرة في التعامل مع رفع العلم الفلسطيني ومعناه ورمزيته، وأن غالبية اليهود الإسرائيليين والمواطنين العرب في الداخل ينظرون لرفع العلم الفلسطيني نظرة مختلفة تماما عن الآخر. وبحسب تحليل أمنيستي فإن هذه الفجوة هي نتيجة مباشرة لحملة التحريض الشرسة التي شنها سياسيون ومؤسسات إعلامية وجهات إسرائيلية مختلفة ضد العرب الفلسطينيين والعلم الفلسطيني في السنة الأخيرة، والتي تهدف إلى نزع الشرعية عن الهوية الفلسطينية والانتماء إليها. وأشار مدير البرامج في منظمة العفو الدولية في البلاد الدكتور يريف مهر إلى أن الاستطلاع يكشف خوف الإسرائيليين الشديد من علم الطرف الآخر. ووفق الاستطلاع فإن نصف المجتمع العربي في البلاد يرون برفع العلم الفلسطيني جزءا من الانتماء لهويتهم القومية والوطنية، ونحو 35% منهم يرون برفعه أيضا احتجاجا على التمييز ضدهم. وفي المقابل يرى أكثر من نصف اليهود الإسرائيليين أن رفع العلم الفلسطيني يرمز إلى عدم الاعتراف بوجود إسرائيل، الأمر الذي لم يرد في أجوبة المواطنين العرب في البلاد. مباشرة ينضم إلينا الآن الناطق بلسان منظمة العفو الدولية أمنيستي في البلاد رامي حيدر. أهلا بك سيد رامي حيدر، دعنا نستهل نقاش هذا الموضوع بالتحديد وهذا الملف من الاستخلاصات والنقاط التي استوقفتكم كجمعية أو عفوا كمنظمة حقوقية. في البداية قمنا بالاستطلاع بعد كم التحريض اللي صار على العلم الفلسطيني، على رفع العلم الفلسطيني خلال هبة الكرامة في أيار 2021، ومن ثم ما تبعه من أحداث وصولا لجنازة الشهيد شيرين أبو عاقلة والاعتداء على الجنازة وإنزال الأعلام الفلسطينية أو بذريعة إنزال الأعلام الفلسطينية اللي كانت في القدس. ومن هناك تبين أنه قلقنا مبرر في محله، وهو بالأساس أنه يعني معظم الشباب اليهود أو معظم المستطلعين من اليهود يرون بالعلم الفلسطيني تهديدا لإلهن، تهديدا لوجود دولة إسرائيل، وأيضا كتحريض على أعمال عنف وأعمال مقاومة ضد اليهود سواء في إسرائيل أو في أماكن أخرى، وهذا لا أساس له من الصحة. فكمان وفق الاستطلاعات نحو 80% من العرب أو من الفلسطينيين في الداخل، طبعا شريحة المستطلعين كانت كلها من الفلسطينيين في الداخل، أكثر من 80% منهم بيشوفوا بالعالم الفلسطيني، يرون بالعالم الفلسطيني كتعبير عن هويتهم القومية وهويتهم الوطنية، ومن جهة أخرى يرون برفعه كأداة احتجاج على سياسات التمييز وسياسات والظلم ضدهم سواء من قبل المؤسسات السياسية أو المؤسسات الرسمية أو من قبل قوى الأمن والتعامل معهم فيها. طيب دعنا ربما نفصل الشرائح المستطلعة آراءها في هذا الاستطلاع من قبل أمنيستي. عندما نتحدث عن المجتمع الإسرائيلي في موضوع من هذا النوع، هل كان هناك اختلاف ربما بالآراء بحسب الشرائح المجتمعية أو حتى الانتماءات السياسية، التيارات السياسية؟ طبعا شريحة المستطلعين كانت مقسمة لعدة أقسام، منها كل شخص منهم كيف يعرف نفسه على الخريطة السياسية سواء يسار أو مركز أو يمين، وأيضا الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، ومكان السكن. برضو بنفس القدر شريحة المستطلعين، شريحة التمثيلات اخترناها للمواطنين الفلسطينيين في الداخل كانت بناء على نفس الاستطلاعات، وبناء على هيك وجدنا من هاي الأرقام. فمثلا غالبية من يعتبرون العالم الفلسطيني تهديد لهم ولوجودهم وتحريض على أعمال عنف كانوا من أصحاب التوجه السياسي سواء كان في المركز، في أقصى يمين المركز حتى الأقصى اليمين حتى اليمين المتطرف، وهؤلاء هم من كانوا مستهدفين بالأساس من التحريض من قبل السياسيين طوال هذه الفترة. السياسيين الإسرائيليين حرضوا على العلم الفلسطيني، على رفع العلم الفلسطيني سواء في الجامعات سواء في المظاهرات سواء في الشوارع وحتى في مناطق وقرى الضفة الغربية، وهناك قاموا بالإضافة لنشطاء مستوطنين ونشطاء من اليمين المتطرف بإنزال الأعلام، هم نفسهم الذين يعتبرون هذا العلم تهديدا لهم. لكن بالمقابل نرى أن الفلسطينيين مثلا في الداخل لا يرون بالعالم الإسرائيلي كتهديد لوجودهم أو كدعوة تحريض أو كدعوة لأعمال عنف ضدهم. نعم. وعلى ذكر المواطنين العرب في إسرائيل أو في داخل الخط الأخضر، عندما نتحدث عن معطيات من هذا النوع، معطيات مقلقة لا شك، أنتم كمنظمة العفو الدولية أمنيستي كيف ترون المكان الموضوعون فيه أو الموضوعين فيه المواطنين العرب بعد كل ربما هذا التخوف لدى الإسرائيليين؟ هل هذا يضع المواطنين العرب في محل
قلق خوف دائم أكثر؟ من الاستطلاع ظهر أنهم جميعا قلقون جدا، وربما والكثير يقضي يشعرون بالخوف لأنهم يرون بأي تأييدات تعبير عن هويتهم الوطنية أو أيادات تعبير عن الاحتجاج ضد القمع ضد التمييز ضد الظلم، وكأنه يعني كأنه محاولة أو مخالفة قانونية ممكن تكون، أو أي سبب، أو يعني سبب في شعور بالتهديد الدائم، طبعا سبب مباشر لمحاكمتهم أو للتحريض عليهم سواء في الإعلام سواء في الإعلام الاجتماعي. وكان هناك عدة أمثلة على ناس بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو بسبب موقف أو فعالية معينة بجامعة أو بمكان معين تم التحريض عليهم، تم طلب من الجامعة فصلهم مثلا كما حدث في جامعة بئر السبع أو في جامعة بر إيلان لطالبات عربيات فقط لأنهم عبروا عن أرائهم وعبروا عن دعمهم لشعبهم في النهاية. هذا الأمر يأخذنا إلى مكان آخر أو إلى معطى آخر تم استخلاصه من الاستطلاع، أن غالبية اليهود ليس فقط يرفضون رفع العلم الفلسطيني في الداخل، إنما يرفضون لأي أقلية في العالم رفع علمها سواء كانت في أي مكان في العالم، لأنهم يرون بذلك تحدي للدولة وتهديدا للدولة، وعلى الدولة يجب أن يكون هناك علم واحد. لكن وهنا تأتي الإزدواجية، ولكن كبيرة لأن الإزدواجية كبيرة، يرون أن من حق الإسرائيليين رفع العلم الإسرائيلي مثلا في الولايات المتحدة أو في أوروبا على الأماكن الدينية أو على الكنس أو على المؤسسات التابعة لإسرائيل أو المؤسسات الوكالة اليهودية. فهنا يسأل السؤال، لماذا لا يمنع لكل الأقليات وليس فقط في السياق الفلسطيني، لكل الأقليات تمنع رفع علمها في الدولة إلا لمن هم إسرائيليون أو من هم يهود يسمح لهم برفع علمهم على المباني التابعة لهم؟ نعم، تبعا لكل هذه المعطيات والجزئيات ربما المتعلقة بازدواجية المعايير لدى الإسرائيليين بالتحديد وعلى وجه الخصوص، تحدثت في بداية المداخلة على أن هذا الاستطلاع قد يكون أساسا ربما أو جزءا من تقارير قد ترفع من خلال منظمة العفو الدولية. أي نوع من التقارير وإلى من؟ طبعا التقارير كلها ترفع للجهات المختصة لكل من بالمؤسسات الدولية أو في المؤسسات الحقوقية. جزء من هذه التقارير تقرير قدمناه في شهر شباط ولا زلنا نعمل عليه حتى اليوم ويتم حتلانته دائما، هو تقرير الأبرتهايد، هو إسرائيل كدولة أبرتهايد، وهذه جزء من ملامح الأبرتهايد، محاولة محو هوية شعب آخر. هي فعل يميز نظام أبرتهايد كامل، نظام فصل عنصري بالكامل. لا يوجد نظام ديمقراطي صحيح أو لا يوجد نظام إنساني أو يعتمد حقوق الإنسان أو حتى يملك أدنى احترام لحقوق الإنسان يتعامل بهذه الطريقة مع أقلية تحت احتلال أو حتى مع أقلية تطالب باعتراف قومي أو باعتراف بهم كأقلية أصلانية، بل هي محاولة طمس هوية. وأيضا في نتائج الاستطلاع يرى معظم اليهود على الرغم من إرثهم التاريخي وعلى الرغم ما حصل معهم في أوروبا في الأربعينات وقبل الأربعينات أنه يمكن محو هوية شعب آخر. في حين يرى غالبية الفلسطينيين أكثر من 80% منهم أنه لا يمكن أن تمحى هوية شعب كامل حتى مهما بذلت من جهود. وهذا يعكس النظرة الفوقية الإسرائيلية، أنهم يرون بالشعب الفلسطيني كشعب غير موجود، لا يريد له أن يكون موجود، بل يريدون أن يستبدلوه بشعب آخر وهو الشعب الإسرائيلي والشعب اليهودي. وهذا من أهم مميزات نظام الأبرتهايد الإسرائيلي، وهو ما رفعنا عنه العديد من التقارير، ونأمل أن يتم محاسبتها أو يتم تحمل مسؤولية إسرائيل على هذه الجرائم. إذن يأتي استطلاع الرأي هذا تعزيز فعلا لتقرير منظمة العفو الدولية أمنستي بأن إسرائيل تمارس فصلا عنصريا ونظام أبرتهايد على جميع الفلسطينيين الذين تحكمهم بطريقة أو بأخرى إن كانت الأراضي المحتلة أو حتى داخل الخط الأخضر. أشكرك جزيل الشكر رامي حيدر الناطق بلسان منظمة العفو الدولية أمنستي على هذه المداخلة. شكرا. كشف تقرير المركز الإصلاحي للدين والدولة أن 77% من لوائح الاتهام بجرائم التحريض على العنف والعنصرية التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية في السنوات المنصرمة استهدفت المواطنين العرب، كما بين التقرير وجود فجوة كبيرة في معدل الإدانات وشدة العقوبات التي صدرت بحق المتهمين العرب مقارنة باليهود.
عشرات الشبان والشابات العرب يجهلون مصيرهم بعد أن قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لوائح اتهام ضدهم بتهم التحريض على العنف والعنصرية، وذلك على ضوء المعطيات التي تؤكد أن 77% من لوائح الاتهام في هذه التهم قدمت ضد مواطنين عرب، فيما يقول المختصون في هذا المجال إن هذه هي إحدى طرق الملاحقة السياسية خاصة بعد أحداث أيار العام الماضي. واضح جدا أن هذه المعطيات تشير بشكل لا يمكن يعني تفسيره غير أن إسرائيل تؤكد العنصرية التي تمارسها ليس فقط قولا وإنما فعلا. عندما تقوم الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة بتقديم هذا الكم الكبير من لوائح الاتهام والنسبة العالية جدا والتي تصل إلى 77% في ملفات على التحريض فقط ضد العرب، بينما نجد أن الذي يحرض بشكل واضح للعنف ضد العرب وللعنصرية هم المجتمع اليهودي الذين يعني يغنون أسبوعيا الموت للعرب في كل مكان، يعني يدعون في العنصرية ضد العرب، ويعني عمليا النيابة العامة والشرطة لا تحرك ساكن بهذا الجانب. والأخطر من ذلك أن وجدنا أن هذا التقرير يشكل بشكل واضح إلى أن هناك ملاحقة لقيادات بالمجتمع العربي بملفات واتهامات في التحريض. بالمقابل تتجاهل السلطات الإسرائيلية تحريض اليهود مواطنين عاديين وأصحاب مناصب رفيعة على العرب دون حسيب أو رقيب، وفي كثير من الأحيان يتحول هذا التحريض لاعتداءات على أرض الواقع. نحن نعرف أن هناك انتقائية لما عشرات الشكاوي إحنا وغيرنا بنقدمها بقضايا تحريض ضد العرب يتم تصنيفها تحت حرية التعبير. عندما يقوم أي شخصية عربية مثل الشيخ رائد أو أي شيخ تاني أو أي شخصية تانية في تقديم تصريحات اللي يشتم منها عدم الموافقة، يعني بالنسبة لنا هي تعبير عن الرأي، يتم تحقيق معه وتقديم لائحة اتهام. هناك عشرات الحالات أيضا تم التحقيق معهن بدون لوائح اتهام، ولكن هاي المعطيات تبرهن عمليا، وهي معطيات عمليا رسمية تبرهن أنه في نهاية المطاف هناك انتقائية في تنفيذ قانون يعني ما يسمى منع التحريض. تثبت الأبحاث في كل مرة سياسات إسرائيل التي تستهدف المجتمع العربي وخاصة فئة الشباب منهم، والتي تحتاج إلى خطط مدروسة لمواجهتها. مباشرة ينضم إلينا الآن المحامي والمستشار القانوني ناصر عودي. أهلا بك سيد عودي. في البداية دعني أسأل، كيف تلقفت هذه المعطيات؟ هل فاجأتكم كحقوقيين هذه المعطيات والتي تتحدث بشكل واضح عن أن 77% من لوائح الاتهام فيما يتعلق بالتحريض والعنصرية هي ضد عرب؟ مساء الخير لك أمير ولجميع المشاهدين. فعلا نحن لم نتفاجأ من هذه المعطيات، نحن نلمس هذه المعطيات بشكل يومي في المحاكم الإسرائيلية وبالأخص في مدينة القدس، حيث نرى أن أروقة المحاكم الإسرائيلية ممتلئة بالمعتقلين الفلسطينيين، بينما نرى أن التحريض الذي تقوده الجماعات الإسرائيلية المنظمة الصهيونية ضد الجمعيات الفلسطينية والأفراد الفلسطينية مستمر دون أي حسيب أو رقيب. نحن لا نتفاجأ من هذه الانتقائية في تنفيذ القانون الإسرائيلي. هذا القانون الإسرائيلي هو يستهدف الفلسطيني، يستهدف إسكاته ومنعه عن التعبير عن رأيه. هنا نحن نتحدث عن أحد الحقوق المهمة والتي أيضا يحفظها القانون الإنساني والدولي، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضرب جميع هذه القوانين بعرض الحائط. من المهم هنا أن نلفت أن هذا التقرير أيضا أشار بأن معظم لوائح الاتهام التي يتم تقديمها ضد الفلسطينيين والعرب تنتهي بالإدانة، بينما حوالي 30 إلى 40% من لوائح الاتهام المقدمة ضد الإسرائيليين تنتهي بعدم الإدانة. هذا يوضح أن هذا النظام القضائي الإسرائيلي هو جزء من هذه المنظومة الاحتلالية الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطيني والعربي وتستهدف هويته وبالتأكيد إسكاته ومنعه من التعبير عن رأيه. طيب سيد عودي، عندما نتحدث عن هذه المعطيات والتي تفضلت بها أيضا قبل لحظات فيما يتعلق بتطبيق القانون في نهاية المطاف والإدانات في نهاية المطاف، هل نتحدث عن أمر مستجد على المنظومة القضائية الإسرائيلية، أم أن هناك نقطة تحول كانت في مرحلة معينة وجعلت من هذه النسب مرتفعة جدا؟ يعني منذ عشرات السنوات الملاحقة السياسية للناشطين الفلسطينيين هي بوتيرة عالية، ولكن نلحظ في آخر عامين
أن على ما يبدو السلطات الإسرائيلية صعدت من هذه الوتيرة منذ الهبة في العام الماضي في شهر رمضان مرورا بهذا العام. نلحظ أن هنالك ازدياد بفتح ملفات التحقيق ضد الفلسطينيين، وبالتالي أيضا القيام بتقديم مسارات قانونية وتقديم لوائح اتهام. على ما يبدو أن السلطات الإسرائيلية لم تعد تكترث إلى الرأي العام، لم تعد تكترث إلى الصحافة وإلى هذه المعطيات. أصبحت الأمور واضحة أمام العالم، منذ عشرات السنوات العالم لم يحرك ساكنا، وبالتالي إسرائيل تستبيح وتستخدم جميع القوة والصلاحية التي تملكها من أجل الانتقام والتنكيل بالفلسطينيين والعرب في الداخل المحتل كان أم داخل القدس. نعم، ختاما أسألك سيد عودي، وكمستشار قانوني ومحامي مطلع على هذه القضايا بشكل واسع وكبير، كيف من الممكن الاستفادة ربما من هذه النسب والمعطيات عندما يتعلق الأمر بالتقارير والملفات ضد الفلسطينيين كانوا في الداخل أو حتى في القدس والأراضي المحتلة؟ نعم، أود أن ألفت انتباهكم أنه في السنوات الأخيرة المنظومة القضائية والقانون الإسرائيلي تطورت بشكل كبير، حيث أن أيضا لدى قسم النيابة العامة الإسرائيلية هنالك قسم مختص بمتابعة الوسائل الاتصال الاجتماعي وكل ما يتعلق بتعبير الفلسطينيين عن آرائهم السياسية. هنا نتحدث عن منظومة محكمة تتم بالتنسيق بين أجهزة المخابرات والشرطة والقانونيين والاجتماعيين وغيره، وبالتالي مطلوب منا نحن كمجتمع فلسطيني وعربي أيضا أن نحاول من تطوير الأدوات التي نمتلكها من أجل الحد من هذه الهجمة بحق الشبان والفتيات. وأيضا هنالك دور مهم للحقوقيين بزيادة الوعي العام لدى الفلسطينيين وبالأخص الشبان من خلال استخدام الآمن والواعي لوسائل التواصل الاجتماعي. نحن هدفنا بالنهاية كمجتمع وكشبان هو تقديم وتحقيق أهدافنا كمجتمع فلسطيني، لهذا يجب أن يكون هنالك استخدام واعي لوسائل التواصل الاجتماعي بما يحمينا أيضا من هذه الملاحقات السياسية. المحامي والمستشار القانوني ناصر عودي، شكرا جزيلا. والآن ينضم إلينا الناشط الاجتماعي والسياسي عبر الخط الهاتفي غسان منير، أهلا بك سيدي. ونتحدث عن هذه المعطيات المقلقة والمتعلقة بالعرب الفلسطينيين داخل الخط الأخضر ولوائح الاتهام الموجهة ضدهم، بداية كيف تنظر إلى هذه المعطيات؟ أخي العزيز، لوائح الاتهام، إذا إحنا بدنا نتطلع على وجه المثال على لوائح الاتهام التي قدمت في عرب اللد، شباب اللد خصوصا ب 2021، بنشوف أنه من بين المئات من اليهود اللي هجموا على اللد ولا لائحة اتهام واحدة تقدمت ضدهم، بينما 253 شاب فقط من اللد تم اعتقالهم، وتم اليوم تقديم لوائح اتهام في قضايا قتل وإرهاب وقضايا اللي هي الهدف منها والهدف من لوائح الاتهام هو ترهيب الشاب العربي، ترهيب مجتمعنا العربي لئلا يخرج مرة تانية ويدافع عن نفسه. الرواية تبعت المنظومة الصهيونية والإعلام الصهيوني ودولة إسرائيل والشرطة إنه شبابنا باللد وبعكا وبيافا وبحيفا وكفر كنا هدول كانوا بورعيم، يعني هدول كانوا ناس اللي هم من طلعوا يبثوا الرعب والخراب والإرهاب، وإنه إحنا تعاملنا معهم على هذا الأساس، وروايتنا هي بالضبط كانت عكسية باللد وبالرملة. الشباب العرب طلعوا دفاعا عن البيوت، يعني الشباب طلعوا يدافعوا عن بيوتهم من هجمات التتار اللي اجتاحت المدينة بدعم من الشرطة. فأنت بتسأل نفسك ما سبب لوائح الاتهام، سواء لوائح الاتهام سببها إخضاع الشباب، إنهاك العائلات ماديا. أنا بدي بس أعطيك وأعطي المستمعين مثال بسيط. في عنا عائلة باللد واحدة، عائلة واحدة صارت حاطة 1,400,000 شيكل محاميين.
فالهدف هو إنهاك العائلات، إنهاك الشباب وتخويفهم، إنه إذا أنت حتى بترمي حجر إحنا بنحطك 3-4 أشهر بالزنازين، بينما اليهودي حتى لو طخ إحنا بنعملوش ولا أي إشي. هذه كلها رسائل. نعم. لوائح الاتهام وجودها أو عدمها. طيب سيد النير، وعلى ذكر هذا التفصيل بالتحديد، ألا يدفع هذا الأمر ربما المجتمع العربي بأن يتعامل مع هذه القضايا كجسم واحد وليس كأفراد؟ أي قضايا أنت اللي بتحكي عنها هلا ما تأخذنيش يعني عزيزي، أنت اللي بتطلب ما نحن طلبناه منذ سنين، وهو مؤسسة لجنة المتابعة والمؤسسة مؤسساتنا بصورة مهنية على أساس يكون في حكومة ظل اللي هي تدير نوعا ما قدر الإمكان المجتمع العربي في الداخل، لأن الحكومة تنظر إلينا بعداء والشرطة والمؤسسة تعادينا. طلبنا وطلبنا وصرخنا وإيش بدك ما عملناش، إنه إحنا بدنا ننظم حالنا. يعني أنا بدي أعطيك مثال على اللد، كمان مرة باللد وبالرملة تم خلال ساعات تنظيم محاميين بمجموعات واتساب وإرسالهم على المحطات البوليس، وجمعنا التبرعات ودفعنا الكفالات، ولا شاب من المئات اللي دخلوا على المعتقلات ولا شاب ضلوا من غير تمثيل تبع محامي، من غير تمثيل محامي دفاع، وكل اللي كانوا بحاجة لكفالات تم دفع الكفالة عنهم. ولكن هذا أنهكنا يا أخي العزيز، إحنا مش لحالنا، إحنا جزء من شعب، وكشعب علينا تنظيم نفسنا لمثل هذه الأمور، مش بس إذا صارت في عمليات إرهابية ضدنا أو اعتقلوا شبابنا نتيجة مواجهات مع البوليس، كمان في قضايا الهدم. نعم، خصوصا وأن ذلك ربما ينذر باستمرار هذه السياسة التي باتت ممنهجة من قبل السلطات الإسرائيلية. أشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي والاجتماعي غسان منير. في عرابة البطوف انطلق مخيم السلام والطفولة بعامه 36 للشبيبة الشيوعية في المدينة، والذي يسلط الضوء على الأطفال ومواكبتهم للتطور التكنولوجي، فضلا عن جانب التثقيف السياسي والوطني. مخيم السلام والطفولة 36 للشبيبة الشيوعية في عرابة بمشاركة مئات الأطفال وعشرات المرشدين والمتطوعين في ترشيحه. أهمية هذه المخيمات التي تنظمها الشبيبة الشيوعية أنها ليست فقط مخيمات ترفيه، إنما هي تركز على الجانب الوطني والوعي الوطني للشبيبة وشريحة الشباب وحتى من جيل الطفولة لأن هذه القيم، القيم الوطنية والقيم الإنسانية، لا يتلقاها شبابنا للأسف الشديد في جهاز التربية والتعليم والمدارس، وخاصة في كل ما يتعلق بأدبنا وشعرائنا وتاريخ شعبنا ونكبة شعبنا والمسيرة النضالية والكفاحية التي مرت فيها جماهيرنا العربية. المخيم خلينا نقول هو أكبر عمل تطوعي بتعمل الشبيبة خلال السنة، بس هو مش عملها التطوعي الوحيد. تطوعنا هو عبارة عن فعاليات كل السنة إحنا بنعملها بدون أي مقابل، بالعكس مرات بتجي علينا من على وقتنا وعلى حتى على مادياتنا، بس بنفس الوقت إحنا بننطي بحب وبننطي بشغف لهذا المحل، لأنه إحنا مأمنين بالفكرة، مأمنين بهذا الطريق، غير أنه ببني أطفال اللي تربى على قيمة التطوع. يركز المخيم على أهمية التعاون والتنوع في البرامج التي تتمحور حول أهم القضايا التي يمكن أن يتعرض لها الطفل من خلال مواكبته للتطور التكنولوجي، إلى جانب عمله على جانب التثقيف السياسي والوطني، بالإضافة إلى الاعتماد على نفسه والمحافظة على أغراضه الخاصة وبلورة استقلاليته في تدبير أموره اليومية. مخيمنا كيف حكيت مخيم 36، مخيم 3 سنوات اللي هدفه يزيد الوعي والثقافي لكل طفل بهاي البلاد وبالأخص بعرابي، من ناحية
نزيد ناحية ثقافية ترفيهية ثقل شخصية. فعنا في بالمخيم في عندك التحديات، البرنامج المبني من الصفر. قالوا بالزمانات إنه الكبار سيموتون والصغار سينسون، فإحنا تنويعنا في البرنامج بين تثقيف وترفيه هو عشان الصغار ما ينسوش. الصغار اليوم زي عم نشوف عندنا جيل كثير بيلتهي بالتلفونات، جيل مؤثر عليه التكنولوجيا، فالتكنولوجيا هي بتوصل كل، هي مصدر المعلومات الرئيسي له. اللي بتحكم بالتكنولوجيا اليوم كلياتنا بنعرف مين، عشان ما تصلش معلومات خاطئه احنا بنصحح هاي المعلومات لهم عن طريق الندوات والورشات التثقيفيه اللي بنعطيها. ساعه في اليوم للطفل اللي هي غنيه اكثر بكثير عن ساعات بقضيها على التلفون وعلى التكنولوجيا بيصلوا منها معلومات خاطئه. تؤكد الشبيبة الشيوعية في عرابي من خلال مخيماتها على تعزيز روح التطوع والعطاء في مواجهة مخططات السلطة وعلى رأسها الخدمة المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى توعية الأطفال والأجيال الشابة على مبادئ وطنية وتقديمية وسياسية في ظل منظومة تعليم مشوهة تقودها وزارة التعليم لاستهداف الهوية الفلسطينية للأطفال والطلاب. أظهرت معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 199 شخصاً بينهم نحو 70 من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، فيما بلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 58 ضحية منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم. يبدو بأن حرب الشوارع آخذة في ازدياد لتحصد 67 قتيلا من أبناء المجتمع العربي منذ مطلع العام وحتى الآن، في حصيلة تشير إلى ارتفاع مقلق في المعدل العام السنوي لضحايا حوادث الطرق، حيث لقى 109 مواطنين عربا مصرعهم في العام الماضي و99 مواطنا في العام 2020. ويرجح كثيرون إلى أن السبب الرئيس هو حصول معظم أبناء الشباب على رخصة قيادة في جيل صغير، وهو جيل متهور وغير واع بما يكفي لأهمية التزام الحذر والمحافظة على قواعد السير. من لك بصف 11 الطلاب بلشت تتعلم سواقة وممكن تأخذ الرخصة بصف 11 طبعا، وبهذا الجيل هو ما واعي فكريا وعقليا للشارع ولخطورته، ما بهمه غير انه يسرع، ما بهمه غير انه يسابق باصحابه ويتحداهم. يرى مختصون بان احد اهم السبل لمحاربه الافه هو رفع نسبه الوعي وزياده التثقيف المروري خصوصا لدى الاطفال لانشاء جيل واع حذر وقادر على السياقه بشكل سليم والانصياع على القانون. وقد أثبتت هذه النظرية نفسها في مدينة حيفا التي عملت على زيادة التوعية والتثقيف المروري لتقلص عدد الضحايا إلى صفر مقارنة بعشرة ضحايا العام الماضي. احنا تابعنا من 5 سنوات لحد اليوم، احنا كل الوقت بتزايد من 27% وما فوق، اليوم احنا تعدينا 30% سنويا العرب، يعني احنا بنحكي على فوق الثلث. لآخر السنة ممكن يكون يعني مثل السنة المرأة تجاوز 109 أشخاص اللي هن قتلوا بالشوارع، طبعا منهم احنا بنحكي على سائقين ومنهم كمان اللي هي بخارج البيوت اللي ماشيين بالشوارع، اللي هن كمان أطفال بحوادث المنزل ساحات المنزل. احنا كبلدية حيفا بمركز الأمان على الطرق بنشتغل عن أكثر عن طريق الإرشاد للأجيال اللي جاي اللي هي الطفولة، بنبلش من الطفولة، في عنا بمركز الإرشاد كمان صفوف الرابع والخامس والسادس، بنشتغل كمان كثير على موضوع التوعية لصفوف العاشر و11 و12. وصل عدد ضحايا حوادث الطرق لشهر تموز الحالي إلى 26 ضحية مقارنة ب 17 من نفس الشهر من العام الماضي، مما يعني ارتفاعاً بعشرة ضحايا، ولكن نسبة ضحايا العام الحالي انخفضت 5% مقارنة بالعام الماضي، إلا أن المجتمع العربي لم يشهد انخفاضاً، حيث ازدادت نسبة ضحايا حوادث الطرق في البلاد لتصل إلى 28%. عبر الخط الهاتفي ينضم إلينا الآن المرشد وأستاذ التثقيف المروري أمير أندراوس. أهلا بك سيدي. في البداية، هل اليوم هذه الأعداد من الضحايا في حوادث الطرق وحوادث الدهس
سببها واحد وهو التثقيف المروري والوعي في القوانين، أم أن هناك أسباب أخرى أيضا؟ نعم، أولا مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. التثقيف والوعي هو ليس السبب الوحيد لكنه السبب الرئيسي. نعم، إذا كان هناك تثقيف مروري ووعي كافي فممكن أن نقلل بنسبة 50% وأنا لا أبالغ. أما بالنسبة للأسباب الأخرى فهي عديدة ومتعددة. أحد الأسباب إذا أنا أردت أن أقسم المجتمع العربي، إذا أردنا نتحدث عن المجتمع العربي بالإمكان تقسيمه إلى شريحتين، شريحة الشباب الصغيرة، الشاب الصغير من جيل 16.9 أشهر حتى جيل 24. نعم. هنا نعم نتكلم عن الوعي، نتكلم عن التثقيف المروري، نتكلم عن المسؤولية الشخصية، نتكلم عن تهور السائق، عن عدم المسؤولية، عن الضغط الاجتماعي والضغط الجماعي بالسيارة. فهذه هي أسباب لحوادث الطرق. طيب، على ما يبدو أن العنصر الثقافي ربما فيما يتعلق بالشوارع والقوانين والتعليمات والشرائح طبعا العمرية المختلفة هي لها حصة الأسد في هذا الأمر، لكن ألا ترى أيضا بأن وضع الشوارع الرئيسة في البلاد، مشاريع الإصلاحات الدائمة، تغيير الطرقات، كل هذه الأمور التي قد ترى أو تسمع كهامشية ولكن هي أيضا أساسية في هذا الشأن؟ صحيح صحيح، منذ قيام الدولة إذا نظرنا على الشوارع لا يوجد تغيير بارز. الدولة تضع ميزانيات بملايين الشواقع ولكن الميزانيات لا تترجم إلى أعمال في الشوارع، هذا صحيح. على سبيل المثال شارع حرفيش الذي قتل فيه سائق باص وأربع أشخاص قبل سنة لا يوجد أي تغيير منذ سنوات عديدة. وشارع الموت 70 نفس الشيء، كفر ياسيف، عكا، نارية، لا يوجد أي تغيير. ومن الشوارع كذلك عن تصادق، ولكن في النهاية من هو المسؤول؟ السائق هو المسؤول. فعلا. يوجد هناك سياقة حسب القانون ويوجد هناك سياقة صحيحة. ماذا تعني السياقة صحيحة؟ أن نسوق حسب القوانين وأن نأخذ بعين الاعتبار ظروف الشارع، حالة الطريق وعوامل أخرى مثل أخطاء السائقين الآخرين. فلهذا هذا هو الوعي، هذا هو التثقيف المروري. التثقيف المروري يقول أو أنا أقول لا يكفي أن نقود حسب القوانين، يجب أن نقود حسب القوانين وأن نأخذ بعين الاعتبار أخطاء الآخرين وظروف الطريق إذا كان هناك ظروف، حالة الطقس، بنى تحتية ولا آخره. فمن ناحية أنت صادق، ومن ناحية أخرى يجب أن نأخذ مسؤولية على عاتقنا وأن لا نتكل على الدولة أو المجالس أو عوامل أخرى. نعم، أشكرك جزيل الشكر المرشد وأستاذ التثقيف المروري أمير أندراوس. شكرا لك. الآن إلى بانوراما أونلاين وأبرز تداولات منصات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، وفيها نتحدث عن تخطي الأسير خليل عواودي اليوم 150 في إضرابه عن الطعام، كما نتناول شهادات جديدة لجنود إسرائيليين حول ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما نتحدث أيضا عن الوتيرة المتزايدة من مقاطعة الرياضيين العرب لإسرائيل والدعم للقضية الفلسطينية. إذن ومع مرور الوقت تتعاظم الحركات الجمعية والفردية المقاطعة لإسرائيل وتحديدا في الأوساط الرياضية العربية والدولية، وفي المقابل تتسع دائرة الجماهير التي تناصر فلسطين وتدعم قضيتها. مثلا دعونا ننظر إلى جماهير نادي سلتيك الإسكتلندي التي تبدأ موسما جديدا من التضامن مع فلسطين ورفع الأعلام الفلسطينية من المدرجات مع انطلاق أولى مباريات فريقهم في الدوري الإسكتلندي لكرة القدم. نتابع. هذا دوليا، ما بالكم عندما نتحدث عن الأبطال الرياضيين العرب أو البطلات الرياضيات العربيات؟ إنها ميسر دهامشي لاعبة المنتخب الأردني للتايكواندو، انسحبت من منافسة على بطولة العالم ورفضت مواجهة لاعب إسرائيلي. وهذا البطل عبدالله شاهين لاعب في ذات المنتخب الأردني وانسحب أيضا من الجولة الأولى رفضا لمواجهة نظيره الإسرائيلي. أما في التفاعلات فكتبت لين عثمان: الكبار يرحلون والصغار يحفظون الوصية، عبدالله شاهين بطل عربي جديد يصفع الاحتلال وينسحب من بطولة العالم ويرفض منازلة لاعبه في المحافل الدولية،
نفخر بعبد الله وبكل أبطالنا العرب الذين يجددون انحيازهم الأبدي لفلسطين وقضيتها. أما عبيدة سمارة فعقب مجدداً: شعوبنا على قدر الأمل والرهان، شباباً وأطفالاً كانوا ولا زالوا أبطالاً في الميادين، يرفضون الاعتراف والتطبيع مع الاحتلال ويتنازلون عن القلائد والبطولات الرياضية لصالح بطولة المبدأ والقضية العادلة. وميسر الدهامشي طفلة بطلة تنضم إلى قائمة الشرف والمجد من الرياضيين العرب. إلى موضوعنا الثاني، حيث أصدرت منظمة كسر الصمت الإسرائيلية تقريراً شمل شهادات لجنود إسرائيليين خدموا في وحدة الإدارة المدنية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بعنوان حكم عسكري. وأكدت الشهادات على تدخل المستوطنين وتأثيرهم على ممارسات الإدارة المدنية بكل ما يتعلق بهدم البيوت في المنطقة سي أو جيم، إلى جانب التنكيل بالأسرى الفلسطينيين من خلال منع زيارات عائلاتهم لهم وسحب تصاريح دخول لإسرائيل من أجل العمل. الآن دعونا نمر على بعض ما جاء في هذا التقرير وشهادات جنود الاحتلال. أولاً، يقول التقرير إن الإدارة المدنية تلغي بشكل عشوائي تصاريح دخول إلى إسرائيل بحوزة فلسطينيين، وأنه أتيح لجنود برتب عسكرية متدنية الاطلاع على معلومات حساسة عن فلسطينيين. كما يؤكد تقرير منظمة كسر الصمت الإسرائيلية على أن الإدارة المدنية قررت عام 2017 إلغاء جميع تصاريح زيارات عائلات فلسطينية للأسرى في سجون الاحتلال في أعقاب إعلان الأسرى حينها عن إضراب عن الطعام، وذلك من أجل ممارسة ضغوط على الأسرى ليوقفوا طبعا الإضراب. وفي هذا التقرير أيضا يقول أحد الجنود إنه منذ تولي نفتالي بنت منصب وزير الأمن الإسرائيلي اتسعت مساحة الأراضي التي استولى عليها الاحتلال في مناطق جيم. الجندي قال وبالحرف الواحد: هذا كان، نحن نحتفظ بهذه المناطق فعليا ونحارب من أجلها فعليا، وهكذا وصفوا ذلك كحرب. إلى موضوعنا الثالث والأخير لهذا اليوم، حيث يواصل المعتقل خليل عواودي من بلدة إذنة غرب الخليل إضرابه عن الطعام منذ نحو 5 شهور، حيث يواجه الموت في عيادة سجن الرملة، عيادة سجن الرملة، علما أن لا حلول جدية حتى اليوم بشأن قضيته. الأسير خليل عواودي يا سادة تجاوز 150 يوما من الإضراب عن الطعام، وهذا ما قالته زوجته هذا النهار. والله لو بدي أحكي رسالة، يعني وجهت رسائل بما فيه الكفاية من 353 يوم ولا حياة لمن تنادي، يعني وين مؤسسات حقوق الإنسان؟ وين مؤسسات يعني الدولية؟ يعني ألا تنظر لوضع خليل؟ يعني كل هالممارسات وهالضغوطات اللي تعرض إلها خليل عواودة، معقول مش شايفين؟ معقول مش سمعين؟ وبالتالي هذا اندل بدل على تخاذل، وللأسف هذه المؤسسات الحقوقية وهذه المنظمات الإنسانية من أجل إنقاذ حياة خليل عواودة، وكأنه يعني أنا بتفاجئ إنه المؤسسات الحقوقية والمنظمات الإنسانية أصبح دورها على مواقع التواصل الاجتماعي تدوين ونشر. هل فقط دورك أنت فقط في التدوين والنشر؟ أنت إلك دور أكبر من ذلك من خلال الضغط، في إلك محاميين. في المقابل تناقل رواد منصات التواصل الاجتماعي ما قاله هاني عواودي عم الأسير خليل عواودي، قال إن الوضع الصحي لخليل انهار بشكل كبير بعد غدر الاحتلال به وتراجعه عن الاتفاق بإنهاء اعتقاله الإداري، وقد دخل في غيبوبة أكثر من مرة وهو في أشد مراحل الإضراب خطورة. اللهم سلم الحرية لخليل عواودي. في التفاعلات أيضا كتبت رغد: خليل لن يستسلم ولن يهزم، ومصر على مواصلة إضرابه رغم صعوبة وضعه الصحي وخطورته. خليل هو نصير الأسرى، والآن ومحتاج أن ننصره ونقف إلى جنبه أكثر من 150 يوم، مش مجرد رقم عادي نمرق عنه. 4 بنات أطفال بيستنوا أبوهم حي مش شهيد. الحرية لخليل عواودي. أما أسماء فغردت: الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودي معروف دائما بتواجده في الوقفات ودعمه للأسرى
الحرية والنصر لمن يدافع وحيدا عن كرامتنا بأمعائه الخاوية. الحرية لخليل عواودي، وأرفقت هذه التغريدة بهذا المقطع المصور للأسير عواودي. نتابع. شكرا لكم، وبورك مسعاكم، وبوركت جهودكم، وعليكم دوما أن تستشعروا وجع من يضحي من أجلكم، ووجع من يدافع عن كرامتكم، ووجع من يئن ويتوجع من أجل رفعتكم. والسلام عليكم ورحمة الله. ومع هذه الكلمات نصل ختام بانوراما لهذا اليوم، لكم ولكن مني أطيب التحيات، وإلى اللقاء.